أجندة تاريخية تحتوي على مواعيد واجتماعات وقرارات عسكرية تنسب للنازي هايريش هيملر، تم العثور عليها في مركز بودولسك للأرشيف العسكري قرب موسكو في يناير الماضي. أكثر من 1000 صفحة تم التأكد من صحتها التاريخية، وتعطي هذه الأجندة توضيحا جديدا لصناعة الموت التي اقترفها النظام النازي، كما أنها تسمح بالتعمق في شخصية هيملر الذي يعتبر آلة الإبادة في الرايخ الثالث كما يسمى. قائد قوات الوحدة الوقائية في ألمانيا النازية SS هايريش هيملر لم يكتب شخصيا المذكرات، ولكن كتبها معاونوه.